السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منين نبدأ؟ وإيش نقول؟ وإيش نخلي؟ نرسل رسائل مجلس الانتقالي لأنه هو المعني بنا كأبناء جنوب وكأبناء محافظة شبوه. صبرنا على الجوع، صبرنا على تردي الخدمات، صبرنا سنوات، صبرنا وصبرنا، ونقول هذا المحتل هو اللي إيش اتخذ هذه الطرق. صبرنا على كل شيء، وتحملنا أخطاء، وتحملنا كوارث، وتحملنا وتغاضينا وكل شيء، ونحن معكم قلبا وقالبا لأجل قضية ولأجل وطن. هناك قضية ضحى من أجلها شهداء. إذا وصلتم إلى قمة الرخاء والسخاء والعيش الهني، فاعلموا أن في ناس هناك ضحوا، ناس هناك في القبور، ناس هناك ضحوا ضحوا، وفي أسر هناك تعاني، أسر شهداء، وفي جرحى لا زالوا يئنوا بجراحهم. فيه الشعب يموت في كل المحافظات وليس في عدن، في كل المحافظات لا خدمات تردي، كلها بسبب وقوفه معكم، بسبب وقوفه معكم لأجل قضية ولأجل وطن، وليس في حبا لشخص منكم ولأجل التحالفات التي تقومون بها. الشعب وقف معكم. أنا بتكلم نيابة عن نفسي ونيابة عن أبناء محافظة شبوه ونيابة عن كل الجنوب. ممكن يختلف مع البعض المطبلين براحتهم يختلفوا، لكن أنا هنا بتكلم بحرقة وضمير. ما حصل اليوم في محافظة شبوه يعني عار، وصمة عار، وصمة عار في وجوهكم قبل غيركم. أنتم من قلتم سنرضع أيدينا بأيدي طارق عفاش والمقاومة الوطنية، أنتم قلتم هذا الكلام، قلنا أوكي مقاومة، أوكي روح يقاتل، يلا يتدرب في عدن، يتدرب في شبوه، يلا وين يروح؟ يروح الشمال، يحرر الشمال، مش يروح يشهر المكتب السياسي حقه في محافظة شبوه. سألكم بالله، شبوه جلست إن 4 سنوات، ما يقارب 3 أو 4 سنوات من ميليشيات حزب الإصلاح. الآن تاتي يروح القوات كلها جنوبية وحررت قوات جنوبية، شباب جنوبيين اللي ضحوا، العمالقة الجنوبية شباب كلهم جنوبيين وضحوا، وراحت تضحياتهم بتروح سدى بالله يجي طارق باردة مبردة ويستلم. قمة العار، والله قمة العار، وصمة عار في وجوهكم. يا انتقالي انت مع من؟ معنا، نحن معك. اي دروس سقتنا فيك انت؟ بس انت باقي الامل فيك، انت عاد شيلها، بنكلمك بالعامية، عاد شيلها. صبرنا صابرين وكل شي صابرين عليه، الناس تموت جوع، دارين ولا منتو دارين؟ والناس تقول تغاضوا، المحتل يبغانا نقول له احنا معك على اساس بيعطينا كهرباء، بنقول كذا عشان يعطينا رواتب، وهذا هو الصح. طيب انتو ايش عملتوا؟ يعني يروح فرج ويجينا سالمين، يروح عبده ويجينا صادق، ايش هذا؟ خاف الله، وين تبون؟ وين تبون؟ وين نروح؟ نروح لمن؟ والله العظيم يا انتقالي، شوف بقاءك الى هذه اللحظة ليس بقوتك، والله ليس بقوتك، وانما بفشل الاطراف الاخرى، الاطراف المعادية الفاشلة، لم يستغلوا الاخطاء التي تقع فيها.